افتتح الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات النسخة 10 من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية الذي تم خلاله الإعلان عن الفائزين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية. جاء ذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمهتمين بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات من داخل وخارج البحرين. وقد ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة. يطيب لي بداية أن أرحب بكم جميعا في منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، والذي يعد إطارا شاملا لطرح أفضل المبادرات والأفكار والمشاريع الإلكترونية التي تسهم في دعم مسيرة البناء والتطوير التي تعيشها مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أود أن أعرب عن خالص الاعتزاز والتقدير للتوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم للجميع، مشيدا بدعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للمبادرات البناءة التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي. الحضور الكريم، إننا اليوم نتطلع إلى مستقبل أفضل، فإنه بعد أن كانت المجتمعات تعيش حياة بسيطة ومعاملات الأفراد فيها محدودة وتحتاج وقتاً وجهداً كبيراً لإنجازها، أصبحنا نجد أن نسبة 66% من سكان العالم على الاتصال بالإنترنت في ظل نهضة قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات، الأمر الذي شكل نمطاً جديداً للحياة وبوتيرة أسرع في كافة المجتمعات، مما ساهم في رفع التطلعات والمتطلبات لتوفير خدمات إلكترونية ذات جودة عالية. لقد كانت مملكة البحرين سباقة في التطور والتحول الرقمي، مستلهمة ريادتها من الرؤية الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أسست بنية تحتية قوية لقطاع الاتصالات ووصلت نسبة مستخدمي الإنترنت اليوم إلى 100% لدى جميع شرائح وفئات المجتمع. وانعكست هذه الريادة بشكل واضح على التحول الشامل للخدمات والأنظمة الإلكترونية والتي بلغت نسبة استخدامها 90%. وانطلاقاً من حرص الحكومة الموقرة على الارتقاء بالأداء والخدمات التي تقدمها، فقد تضمن برنامج عملها للأعوام 2023 و26 مجموعة من المحاور أبرزها محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي، والذي دفع بالمزيد من الخدمات والمعاملات الرقمية في عمل الوزارات والهيئات الحكومية مع السعي نحو تعزيز الابتكار وتقييم وقياس جودة ما تقدمه من خدمات للجمهور، حيث شملت سلسلة من البرامج والمبادرات الوطنية التي كفلت هذا التوجه الحكومي، مثل مبادرة تقييم مراكز الخدمة الحكومية لضمان مواكبة عملها مع الممارسات العالمية في خدمة العملاء. وقد فرض التطور التكنولوجي في مجال المعلومات والاتصالات، والذي يتم بمعدلات متسارعة، مفاهيم جديدة
في مجال الأمن استدعت تجاوز المفهوم التقليدي، بحيث أصبح التحدي في تحقيق الأمن بمعناه الشامل عبر منظومة كاملة لتشمل بجانب الأمن العام الأمن الاقتصادي والاجتماعي والفكري. وأصبح الأمن السيبراني وأمن المعلومات أحد أهم أركان الأمن الشامل، والذي يشكل الأولوية الرئيسية في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية. وأود الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات قامت بتشكيل لجنة لبحث قدرات ومجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال دراسة أكثر من 160 مجالاً لتطبيقه وتقييم الفرص والمخاطر ومدى كفاية التشريعات لحماية الأفراد، ووضع مقترحات الميثاق الأخلاقي لتنظيم عمله وحوكمة تطويره، ومن أجل بناء ثقافة مجتمعية من شأنها تعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي. الحضور الكريم، إن الجاهزية التقنية العالية التي وصلت إليها الحكومة والتحول الرقمي الشامل بحزمة كبيرة من الخدمات والأنظمة المترابطة المقدمة من خلال عدة قنوات دفعتنا للتخطيط نحو المستقبل والاستفادة من هذا النجاح على المستوى الوطني من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي تقوم على مشاركة كافة المؤسسات الوطنية في تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله. وفي الختام أتوجه بالتهنئة لكافة الجهات الفائزة بجوائز التميز والتي تعكس ما قدموه من جهود وإبداعات في مجال عمل الحكومة الإلكترونية، مما يسهم في مواصلة أداء مسيرة التطور الوطني في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. والشكر موصول إلى كافة الجهات والرعاة والمسؤولين والخبراء المشاركين في هذا المنتدى، مع تمنياتي للجميع دوام التوفيق والنجاح إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جهته، قدم السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عرضاً تناول فيه الجاهزية التقنية وما تتضمنه من مستوى عال من النضوج للبيئة التقنية في مملكة البحرين، منوهاً في هذا الصدد إلى البنية التحتية الرقمية والخدمات والقنوات الإلكترونية وحوكمة تقنية المعلومات والبنية التحتية الحكومية، لافتاً إلى أن البحرين من أوائل الدول التي أطلقت شبكة حكومية وطنية مع توفير البيئة التشغيلية لأكثر من 5000 نظام وخدمة حكومية وربط أكثر من 45 جهة حكومية، مشيراً إلى أن الوعي المجتمعي الرقمي يؤكد أن 90% هي نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية، كما بلغت نسبة مشتركي الإنترنت 100%. بعد ذلك تم عرض فيلم قصير حول جائزة التميز للحكومة الإلكترونية والتي تم إطلاقها عام 2008، وتعد مبادرة داعمة للإبداع والابتكار في مجال نشر ثقافة التميز الإلكتروني بين أفراد ومؤسسات المجتمع، وأسهمت في تعزيز الأداء الحكومي والارتقاء بجودة خدمته. إلى ذلك تفضل معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بتكريم الجهات والأفراد الفائزين بالجائزة، كما كرم معاليه الرعاة الداعمين للنسخة 10 من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية.
الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وإعادة تشكيل الصناعات، هذا العنوان الهام كان من ضمن عدد من العناوين التي تسلط الضوء على تطبيقات عدة ومجالات استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة منهجية. وللاحتفاء بمبادرات تقنية المعلومات والاتصالات الرائدة في المجتمع البحريني ومكافأتها، تم الإعلان عن الفائزين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية بهدف التحفيز على الابتكار في العالم الرقمي. مؤتمر يعتبر مهم بالنسبة لبرنامج الحكومة الإلكترونية، دائما نستفيد منه، نطلع على آخر التجارب والخبرات الدولية والمقليمية والمحلية مع المناقشة مع جميع العاملين والمتخصصين في مجال الحكومي حتى يقدرون ينفذون خطط تطويرية في مجال تقنية المعلومات. في الجائزة طبعا كمحكمين يعني يقولون عادة التميز يكون للقطاع الخاص في الدول المتقدمة، في مملكة البحرين متفاجئين أن القطاع الحكومي كانت مشاريع ومشاركات متميزة بشكل أكبر، رغم أن القطاع الخاص أيضا كانت عنده مشاركات جيدة، في تساوي صار في النقاط في عدد من الفئات، هاي يدل على التميز وأن احنا ماشيين إن شاء الله بالطريق الصحيح نحو التطور. فوز الإدارة العامة للمرور بجائزة أفضل تطبيق للهواتف الذكية أكيد جاء بفضل دعم وتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية ومتابعة سيدي المدير العام للإدارة العامة للمرور في تطوير المنظومة المرورية وتقديم أفضل الخدمات بأسهل طريقة ممكنة للاستفادة منها ورفع الوعي المروري وتحقيق السلامة على الطريق لجميع مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين وزوار مملكة البحرين. جاءت مشاركة الإدارة العامة للمرور اليوم في المعرض في منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية لتعريف الحضور بأبرز الخدمات اللي تقدمها الإدارة عن طريق التطبيق المرور إي ترافيك اللي تجاوزت عدد الخدمات في أكثر من 30 خدمة مرورية والاستفادة منها من قبل المواطنين والمقيمين وأيضا زوار مملكة البحرين. طبعا التكنولوجيا الحين الدول الكثيرة تتسارع في تحول إلى التطور التقني وتستخدم تكنولوجيا في جميع الجهات الحكومية. يعني المعرض صراحة كان مناسبة جيدة لمشاركة الشركات الخاصة سواء المحلية أو العالمية وكذلك الجهات الحكومية. بالنسبة لنا المشاركة جدا مهمة، خاصة أنه كان تورد لنا استفسارات عديدة عن التدابير الوقائية والاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات، خصوصا أن الجمهور عنده استخدام يومي للتطبيقات، مبين دور المركز، مبين خدماتنا في تلبية هذه النوع من الطلبات، خاصة إذا كان دورات أو ورشات توعوية أو برامج بناء القدرات أو إذا كان في أشياء تقنية تخص الاستجابة السبرانية أو السياسات أو إذا كان في أنشطة استباقية أو تفاعلية بذات الخصوص. اليوم الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، ممكن أن يتم استغلاله من قبل المحتالين في النصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وفي الوقت ذاته ممكن يتم استخدامه من قبل وزارة الداخلية وجميع الجهات الحكومية في مملكة البحرين للتصدي لأي أسلوب إجرامي ممكن أنه هو يكون يتعرض له المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. شاركت شؤون الجنسية والجوازات الإقامة في منتدى الحكومة الإلكترونية اليوم وعرضنا الجواز الإلكتروني الخاص بمملكة البحرين، كذلك عرضنا تطبيق الخاص بشؤون الجنسية والجوازات الإقامة اللي بيخدم جميع المواطنين والمقيمين والزوار مملكة البحرين. في هذا المنتدى سيشارك عدد من رواد تقنية المعلومات والمهتمين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي، بجانب نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لعرض المبادرات والمشاريع وأفضل التجارب الدولية. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.